بالنسبه للموقف اللي وقع لرضوان، انا كنظن انه مشكله يعني ما كينقش من الفنان العالمي ديالنا رضوان، ولكن المساله كانت هي في مساله تنظيم، لان نورمالمون على حسب ما تبعت في مواقع التواصل الاجتماعي انه من المفترض كانت يسرى هي اللي غدير التقديم ديال الحفل، فاذا بها من طلعات قالت واحد الكلمه قالت لهم انا هنا ليه، يعني فهمتي بوكوا جو سوي ايسي. دونك هنا كان سوء تفاهم بين الناس. عادي جدا ان المصريين ثقافتهم ماشي ثقافه رضوان، وكان كنتفهموا هذه الامور. بحال الا مشيتي الامريكان سولتيهم على عبد الحليم ولا ام كلثوم ما غيعرفوش، دونك مساله عاديه جدا ما كنقوش نهائيا من قيمه الفنان ديالنا رضوان. بالنسبه للعياشي اتفهم، هنا كاين في المغرب اللي ما كيعرفش بزاف بالعياشي مع انه فنان جميل جدا، ولكن ماشي يعني جديد يعني الى سعد المجرد راه حنا كاين عليه اجماع. مي بالعياشي صوت جميل جدا ويستحق التنويه، ولكن باقي ما وصلش للدرجه انه يتعرف في العالم العربي. رضوان كيبقى قامه كبيره جدا. الا سولتي على شي واحد في المغرب هنا دابا على تشايكوفسكي ولا موزار ولا باخ راه ما يقدر ما يعرفوش. دونك ما كنلومش على الشعب المصري وما كان لومش على رضوان. جو بونس ان رضوان اكبر من انه يعني يطيح في هذه المساله انه يبقى فيه الحال. اذا كان غيبقى فيه الحال راه كاين مشكل كبير. والموقف اللي تعرض له رضوان في مصر هو واحد الموقف اللي بالنسبه له هو كواحد البروديكتور اللي معروف موقف شويه يعني ناقص، يعني بالنسبه لواحد اللي دار بزاف ديال الاعمال الفنيه مع الناس في ميريكان، مشى لوروب، مشى بزاف ديال البلايص، ما يمكنش ما تذكرش سميتو يعني بالاهانه بالنسبه له. دونك جو بونس با انا باللي انا بلان ما خصوش يدار، وخصو نورمالمون خصو يكون في المحكمه، يعني خصو يكون اعتذار بيان سور، يعني ما كانش اعتذار خصو يكون هذه القضيه خصها تكون قضيه في المحكمه بالنسبه لي. مابقاش فيك الحال راك في القلب. واو ما كانش خاصه ترى فحال هكاك، حيت فهمتي رضوان فنان كبير وفنان قبل من محمد رمضان، يعني كانوا خاصهم يهزوا برضوان على قبل محمد رمضان. ساعة داروا العكس، هزوا رمضان وخلاو رضوان. وهم منين داروا في حالة المواقف هذه يعني راه ما كيحملوش المغنيين المغاربة، واخا العكس انا حنا عزاز عن المغنيين المصريين. ورسالة رضوان ما ديرش بالك في هادشي، حتى فنان عالمي يعني ما تسمعش الآراء الناس اللي ينتقدوك في هادشي وما شجعوكش. حنا راه كنشجعوك، حنا راك في القلب، حيت فهمتي مغاربة حنا بيناتنا، هما مصريين ما بغاوش يشجعوا المغاربة، ما عندنا ما نديروا لهم. يعني ما تركزش على هذا الموقف هذا اللي طرا لك، وكمل في المسيره ديالك راك غادي تبارك الله.